أنا اسمي أمجد بهاء الدين، أنا دكتوراه في إدارة الأعمال DBA وبروفيشنال سيرتيفايد ترينر، وواخد حاجة من الحاجات اللي هي بيرسوناليتي تيست، تحليل الشخصية، واحد من أكتر الحاجات اللي هي وورلد وايد يوزد. بالإضافة كمان إن أنا معايا الماستر ديجري في الفورنسيك ميديسن في سموم الأدوية، وقبلها بكالوريوس فيترينري. اشتغلت في اكتر من فيلد، كان منهم فيلد السيلز، قعدت فيه فتره كبيره، وكان في بروموشن باكتر من تايتل. واشتغلت في فتره سابقه برضو كترينر او كانستراكتور، وكان في فتره اللي هي الفتره الحاليه انا شغال في الاتش ار هيومن ريسورس مانجمنت، والتايتل سينيور هيومن ريسورس بزنس بارتنر. ليه اكتر من بابليكيشن او ليه اكتر من بحث منشور، في اكتر من فيلد الحقيقه، هم كلهم طبعا خاصين بالمانجيريال سيكتور. في بحث خاص بالاورجنايزيشنال بيرسوناليتي، وفي بحث ثاني خاص بالكلاسيفيكيشن بتاع الاورجنايزيشن لهيلثي اند ان هيلثي اورجنايزيشن، اللي هو تقسيم المنظمات لمنظمات صحيه ومنظمات غير صحيه. انا هسيب لحضراتكم الكونتاكت بتاعي، سواء بالنسبه للايميلز او بالنسبه للرقم الموبايل او بالنسبه للشانل بتاعتي على اليوتيوب. الفكره العامه من الحلقات كلها احنا بنتكلم ازاي نبقى بروفيشنال، ازاي نبقى تالنتد، لاني زمان كانت الفكره العامه اني الموظف او الانسان بشكل عام التالنتد ده بيبقى حاجه جيفتد، حاجه من عند ربنا، حاجه هو ملوش دخل فيه. لكن بعد كده ومع تطور علم الاداره سنه ورا سنه، اكتشفنا ان بقى في ديبارتمنت كامل او جزء داخل ديبارتمنت الاتش ار اسمه تالنت مانجمنت. المقصود بالتالنت مانجمنت ده ازاي ان انا اعمل او اساعد انسان ان هو يبقى تالنتد، ازاي اساعده ان هو يكتشف حاجات في نفسه وقدرات في نفسه قد يكون هو نفسه مش عارفها. فانا بساعده على تنمية قدراته، بساعده على ان يبقى تالنتد، بساعده على ان هو يبقى بروفيشنالز. ودي طبعا حاجة تهمنا كلنا، لان لو كل واحد في مكانه بقى بروفيشنالز، الاورجنايزيشن كلها او المؤسسة كلها هتبقى بروفيشنالز. الموضوع بتاعنا النهارده يمسنا كلنا، يعني مفيش حد من حضراتكم بيتفرج علينا النهارده مش هيهمه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. موضوع النهارده مينلي عن السكسس او النجاح. النجاح اكيد لو انا سالت حضراتكم او لو سالت مجموعه كبيره من حضراتكم ايه هو النجاح، هنلاقيه مختلف، هنلاقي حتى ايفن معنى النجاح نفسه مش واحد عندنا كلنا. فعند بعضنا هنشوف ان النجاح ده اللي هو يحقق وضع مادي كويس، يحقق فاينانشال ستيت كويس، ده هيبقى النجاح من وجهه نظري. عند مجموعه تانيه من حضراتكم هيبقى ان هو ياخد اوسمه، او ان هو يتكرم في شغله، او ان هو يبقى بيست اتشيفر في شغله، او ان هو ياخد شهادات تقدير وشهادات تكريم وما الى ذلك. عند مجموعه اخرى ويمكن دي اكتر هتبقى عند الرياضيين، ان هو ياخد بطولات وان هو يتكرم في مجال البطولات ويوصل لحاجات محليه ودوليه وقاريه وعالميه ما حدش قبله خدها، او ما حدش قبله مش كتير قبله حققها. عند مجموعة تانية من حضراتكم هنلاقي ان النجاح ده هو الصح، ان هو يبقى صحة جيدة، ما عندوش امراض، الفتنس بتاعه عالي، الصحة بشكل عام. عند مجموعة اخرى من حضراتكم هنلاقي ان النجاح هو جاست سعادة، ان هو يعيش سعيد، يعيش مبسوط، يعيش من غير مشاكل، يعيش مرتاح، او يعيش بقدر كبير من السعادة، هو ده النجاح من وجهة نظري. لكن خلينا نقول ان ايا كان النجاح احنا مش هنقدر نحقق النجاح الا لو امننا في الاول من جوانا ان قدراتنا ممكن توصلنا الى هذا النجاح. امنت بنفسك، امنت بقدراتك، امنت بالسكيلز بتاعتك والنولج بتاعتك، المعلومات والمهارات ان انت تقدر فعلا تستغلها في ان انت توصل للنجاح اللي انت عايزه. بالرغم ان احنا حصلنا على اجابات مختلفه للنجاح، الى ان الناجحين عموما ليهم عادات، ليهم هابتس. فاحنا ممكن نعمل سمرايز او نلخص كل عادات الناجحين دول في 10 صفات
او 10 عادات، 10 هابتس. يعني هنقدر نسمي حلقه النهارده 10 هابتس اوف سكسس. اول حاجه او اول هابتس، واحده من اهم الهابتس، انهم بيعرفوا يحددوا الهدف اللي هم عايزينه مظبوط، او ان هم زي سيت جولز. بيحدد الهدف الكبير اللي هو عايز يوصل في النهايه، وبيقسم الهدف الكبير ده الى مجموعه من الاهداف الصغيره. بيبدا يحقق مجموعه الاهداف الصغيره دي، وبالتالي بالتبعيه بتوصله للهدف الكبير. لاني ببساطه انت لو مش محدد الهدف الكبير، او لو مش محدد هدفك النهائي اللي انت عايز توصله، مش هتقدر توصل لحاجه، هتوصل لمكان انت مش عايزه، وهتشتغل شغلانه انت مش بتحبها، وهتوصل لمكان انت ما كنتش عايز تروحه، نتيجه انك انت من الاول ما كنتش محدد الهدف النهائي اللي انت عايز توصل. فبالتالي التخطيط، وان انا ابقى حاطط جولز لنفسي، وان انا ابقى عارف من الاول انا عايز اوصل فين، ده بيساعدني كتير قوي في ان انا بوصل لهدفي النهائي، ويساعدني كتير قوي في ان انا ابقى ناجح. الحاجة التانية او الصفة التانية اللي بيمتاز بيها كل الناجحين بصرف النظر عن النجاح اللي هم عملوه، انهم بيتحملوا المسؤولية في كل الاحوال. بيتحمل المسؤولية الذاتية سواء عن النجاح او سواء عن عدم النجاح او الانتكاسات. دايما بيتحمل المسؤولية. عمره ما بيلعب دور الفيكتيمز، عمره ما بيلعب دور الضحية، عمره ما بيلوم الظروف اللي حواليه، عمره ما بيلوم الأشخاص اللي كانوا معاه أو اللي حواليه. دايما هو متحمل المسؤولية كاملة عن كل تصرفاته. فهو دايما لو حصل أي حاجة غير متوقعة أو غير اللي هو كان عايز يعملها، ما بيقعدش يخلق الأعذار، ما بيعملش what we call blame games، اللي هي يرمي السبب ان الحاجه اللي ما حصلتش دي، يقول لك اصل فلان اللي كان المفروض يساعدني ما جاش، اصل الحاجه اللي كنت مستنيها ما حصلتش، اصل حصل ظرف طارئ في الوقت. لا، هو موفر كل الانرجي وكل الطاقه اللي عنده في اتجاهين اتنين. بيفكر ازاي استمتع بالحاضر الحالي في شغلي وفي بيتي و الى اخره، وازاي اخطط للمستقبل. الماضي ده انا بتعلم منه، اتعلمت منه درس، لكن ما بقعدش العب ابدا دور الضحيه او دور ان انا دايما مظلوم او الناس ما وقفتش معايا او الظروف كانت صعبه عندي او الى اخره. الصفه الثالثه اللي بيمتاز بها كل الناجحين، ان عندهم انضباط ذاتي عالي جدا، او عندهم جريت سيلف ديسيبلين، اعلى درجات الالتزام. حتى لو ما فيش رقيب، حتى لو ما فيش دايركت مانجر او مدير مباشر معاه في كل حاجه، دايما هو عنده التزام عالي جدا، وعنده جريت سيلف ديسيبلين. الجريت سيلف ديسيبلين ده جابه منين؟ جابه من النقطه رقم واحد اللي احنا قلناها، انه محدد هدفه بوضوح. تحديد الهدف بوضوح، وتحديد ان انت دايما عايز توصل لايه، بيخليك بسهوله تقدر تبقى عندك رقابه ذاتيه، وبسهوله تقدر تواصل العمل حتى لو مفيش رقابه ذاتيه معاك. الحاجه الرابعه، العاده الرابعه اللي بيمتاز بيها كل الناس الناجحه، مهووسين بتطوير الذات، او ان هم obsessed with self development. دايما عايز يطور من نفسه، دايما حاسس اني لسه في حاجه ممكن اتعلمها، دايما حاسس اني لسه في مهاره ممكن اكتسبها، ممكن تطور مني، ممكن اتعلم حاجه معينه، فبالتالي ابقى افضل في شغلي، بالتالي اخد تايتل او مكانه وظيفيه اعلى، او اوصل لحاجه اعلى من اللي انا موجود فيه حاليا. فبالتالي دايما هو open mind، open mindset، دماغه دايما متفتحه للمهارات الجديده، للحاجات الجديده اللي هو لازم يتعلمها او اللي هو لازم يكتسبها. المهاره الخامسه عند الناس الناجحه اللي دايما بيمتازوا بيها، ان هم بيقروا كتير. زي ريد الوت، بمعنى ان كل ما بيلاقي وقت عنده يقدر يستغل في ان يقرا حاجه تفيده، دايما بيوجه الوقت ده للقرايه. كتير مننا بيضيع وقت كتير في السوشيال ميديا مختلف انواعها. لو وجهنا جزء من الوقت ده، احنا مش هنقول ان احنا نسيب السوشيال ميديا خالص، لان هي بقت جزء من الواقع بتاعنا، ولكن لو وجهنا جزء من الوقت ده الى القرايه، الحاجات المفيده فعلا هتفرق معانا.
والحاجة العامة اللي احنا دايما بنقولها the more you learn the more you earn. كل ما قريت اكتر كل ما كانت فرصتك انك تكسب وتربح اكتر. مش لازم earn money، لا ده ايه حاجات روحانية، وearn money برضو لان انت بتتعلم حاجات بتفيدك فعلا في مستقبلك وفي شغلك وإلى آخره. زمان كانت القراية لازم كتاب، دلوقتي في الاوديو بوكس، في ان انا ممكن اسمع الكتاب نفسه وانا سائر عربية او انا في وسيلة المواصلات او انا بعمل حاجة، اي حاجة دايما ببقى حاطط سماعة وبسمع الحاجة اللي انا عايزها. العادة الثالثة اللي بيمتاز بيها كل الناجحين ان هم بيديروا وقتهم بشكل جيد، يعني they manage their time well. دايما مقسم وقته وعارف، عامل بلان، عامل بلان لليوم، عامل بلان للاسبوع، عامل بلان للشهر، عامل بلان للسنه. يقول النهارده انا عايز اعمل التاسك الفلانيه 1 2 3 4، وبانتهاء الشهر ده عايز التاسكس الاكبر او الديوتيز الاكبر او المهام الاكبر اللي هي كذا وكذا 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 تبقى اتعمل. فبالتالي دايما هو مرتب وقته ومسيستم وقته، لان هو زي ما قلنا من اول صفه ان هو محدد الجزء بتاعه كله سواء في الحياه او في شغله او في بيته او الى اخره. النقطه السابعه ودي نقطه مهمه جدا للناس الناجحين، ان هم زي تيك ريسكس، دايما بيتحملوا المخاطر. المخاطر بمعنى ايه؟ المخاطر بمعنى كالكيوليتد ريسك. هو لازم اي شغل او اي حاجه بعملها في الدنيا او اي مشروع، سواء انا كنت شغال في شركه او انا انتربرينير، انا نفسي عامل مشروع لنفسي، لازم في ريسك، ولكن it must to be calculated risk، يعني خطر او مخاطره محسوبه. الكالكيوليتد ريسك دي هي اللي بتوصلني لي، او البيج كالكيوليتد ريسك دي هي اللي بتوصلني لي البيج كالكيوليتد ريورد. يعني انا لو عايز اوصل لجائزه كبيره، لو عايز اوصل لحاجه كبيره في الماركت، لو عايز اوصل لتايتل كبير في شغلي، لازم يبقى في ريسك. فكل ما كبر الريورد او الجائزه او الحاجه اللي انا عايز اخدها، كل ما كبر في المقابل الريسك اللي انا بخاطر بيه. فدايما بنقول ان تحمل البيج ريسك هو اللي بيوصلنا كلنا للبيج ريورد. ودايما كلنا لازم يبقى عندنا جانب من جوانب المخاطره. احنا بنخاطر من اجل الحياه اللي احنا عايشينها، بنخاطر من اجل الحياه اللي احنا عايزين نوصل لها، لان من غير المخاطره هنفضل في الستيتس ايكو، او هنفضل في الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه. النقطة التامنة اللي بيمتاز بيها كل الناس اللي هي ناجحة وعملت سكسس عالي، ان هم زي كيب جوينج، بيستمروا دايما ان هم يحاولوا، بيستمروا دايما في المضي قدما لقدام، بيستمروا دايما ان هو يكمل المشوار. طيب وهو كمل المشوار هيقابل صعوبات، هيقابل صعوبات، هيقابل انتكاسات، هيقابل انتكاسات، هيقابل حاجات هو ما كانش عايزها او في حاجات فيها ما كانش عامل حسابها، هيقابل، لكن هو دايما حاطط في باله الهدف النهائي، وحاطط في باله ان انا ماست ان انا اكمل، ماست ان انا كيب جوينج. كيب جوينج لحد ما اوصل للحاجه اللي انا عايزها، او لحد ما اوصل للريورد او الهدف النهائي اللي انا حاطه. النقطه التاسعه وهي نقطه مهمه جدا، ان هم دايما زي فايند واي تو وين، دايما بيبحثوا وزي ما بنقول كده بيروغوا ان هو لو ما لقيش الطريق اللي هو عايزه موصله للحاجه اللي هو عايزها دي، بيبحث عن alternatives، بيبحث عن بدائل، بيبحث عن دايما عنده بلان A وبلان B، خطه ألف وخطه B، بحيث ان الخطه ألف لو مش مكمله معاه او ما كملتش لاي سبب من الاسباب، عنده خطه بديله يقدر يكمل بيها. دايما عنده ثقه كبيره، ودايما عنده عقليه راسخه ان هو لا يقدر يكمل بدون استسلام، يقدر يكمل ايا كان الحاجه اللي هو بيقابلها. هو دايما عنده another way وعنده another alternatives to win. العاده العاشره والاخيره اللي هي بتبقى عند كل الناس الناجحه، they do what they love، يعني دايما هو بيفعل الحاجات اللي هو بيحبها، بيشتغل الشغلانات اللي هو بيحبها، بيشتغل الشغلانات اللي هو حاسس ان هو يقدر يتفوق فيها او ينجح فيها. كان في فايز معمول على عدد كبير من الناس الناجحه، اكتشفوا فيه حاجتين بتضمهم كلهم.
يعني حاجتين حصلت لهم كلهم. اول حاجه ولا واحد فيهم بدا بالمجال اللي هو نجح فيه، بيبدا بمجال تاني، المجال التاني ده ما بيكملش فيه اي سبب، وبعد كده بيروح للمجال اللي هو بيعمل فيه بيج ريورد، واللي هو بيعمل فيه حاجه كبيره جدا. الحاجه الثانيه اللي هي موجوده عند الناس الناجحه دول كلهم، ان هم ولا واحد فيهم حتى في المجال اللي هو راحه اللي هو نجح فيه، نجح فيه من اول مره. لا، لازم بيقابل صعوبه ويحاول توين، يحاول يدور على الالترناتيفز، يحاول يدور تاني. ليه؟ لان هو بيحب المجال اللي هو بيشتغل، ولان هو محدد هدفه النهائي، ولان هو محدد ان انا لازم اوصل للهدف الجولز النهائي اللي انا حاطه. في مقوله جميله جدا في موضوع النجاح، ان احنا كل ما حبينا العمل اللي احنا بنأديه كل ما النجاح كان سهل. وفي مقوله ثانيه بتقول لنا ان افعل ما تحب كل يوم ولن تعمل يوما في حياتك ابدا. يعني انت لو حبيت اللي انت بتعمله، ولو بقيت تعمل حاجه بتحبها، كل يوم هتروح الشغل او كل يوم هتشتغل اكنك ما بتشتغلش، اكنك رايح جو تو فان، اكنك رايح تعمل حاجه بتعمل مثلا زي هوايه او اي حاجه. فبمجرد ما نشتغل الحاجه اللي بنحبها فعلا بنروح كل يوم الشغل اكننا مش بنشتغل، او اكننا الشغل بيبقى من الحاجات اللي هي محببه بالنسبه لنا. تشرشل كان ليه مقوله جميله قوي في موضوع النجاح، اللي كان دايما بيقول ان النجاح ليس نهائيا والفشل ليس قاتلا، لكن الشجاعه على مواصله الطريق هي الاهم. يعني انت لو نجحت في حياتك ده مش حاجه نهائيه، لانك بمجرد ما تنجح بتتعود على النجاح وعايز تنجح تاني تاني تاني، فمش هي حاجه نهائيه. ولو فشلت انت ما اتقتلتش، انت ما انتهتش، لا، قوم وحاول تاني وتاني وتاني وتاني. ولكن الشجاعه واحسن حاجه، سواء كان الواحد حصل له نجاح او سواء كان الواحد حصل له فشل، احسن حاجه ان هو يكمل وان هو keep going. فبالتالي العشر صفات دول او التين هابتس دول اللي هم خاصين بالسكسس، دول من الحاجات اللي لازم يبقوا عندنا كلنا ولازم نحافظ عليهم كلهم العشر حاجات. واحنا هنشوف دلوقتي فيديوز بيلخص لنا العشر هابتس الخاصين بالسكسس اللي احنا قلنا عليهم، يجمع لنا العشر هابتس كلهم. بشكر حضراتكم جدا، واتمنى لحضراتكم لينا كلنا السكسس في كل الفيديوز الخاصه اللي بنتعامل معاها ان شاء الله. شكرا جزيلا.